أهلا بيكم مشاهدينا كرام من جديد، وقراءة المشطات أول النهار والخبر الأول، مع إن هو قالت إحنا عايزين نبعد عن السياسة ولكن لازم يكون برضه في السياسة إنها تتفرض علينا. هو الصفحة الأولى من جريدة الأهرام والمنشط الرئيسي: تصريحات ساعة الصفر، الرئاسة فشل الجهود الدبلوماسية، البيبلاوي صبر الحكومة أوشك على النفاد، السيسي يجدد الالتزام بخريطة الطريق، ماكين يحذر من حمام دم شامل. هنقرا مع حضراتكم بعض النشر حول هذا الامر. في البدايه، فيما يمكن وصفه بتصريحات ساعه الصفر، اعلنت رئاسه الجمهوريه فشل الجهود الدبلوماسيه في حل الازمه الحاليه، وحملت الرئاسه جماعه الاخوان المسلمين المسؤوليه الكامله عن اخفاق تلك الجهود. وفي بيان لرئيس الوزراء عقدت مع المجلس الوزراء امس، اعرب الدكتور البيبلاوي عن اسفه لوقوع ضحايا في احداث المنيا ومحاولة البعض إيقاظ الفتنة في مصر، وقال إنه سيتم محاسبة المتورطين في محاولة إثارة الفتنة لأن الدين لله والوطن للجميع. وفيما يتعلق بالأوضاع الحالية، أكد فض اعتصامي ربع العدوية والنهضة قرار نهائي لا رجعة فيه، ولكن كان هناك تأجيل لحرمة شهر رمضان والعشر الأواخر منه. وحذر بيبلاوي من أن توجيه أي أسلحة لقوات الشرطة أو رجال القوات المسلحة أو المواطنين سوف يواجه بأقصى درجات الحزم والقوة. ولفت إلى أن المجلس يحذر قيادات جماعة الإخوان المسلمين من استمرار التأثير على المواطنين الشرفاء وهو ما يهدد سلامة الوطن، وأضاف أن الحكومة ستبقى حامية للرضا الشعبية التي تجسدت بقوة في 30 من يونيو، وأشاد بالجهود التي يبذلها رجال الشرطة. على جانب آخر، تلقى تشاك هاجل وزير الدفاع الأمريكي اتصالا هاتفيا أمس الأول من الفريق أول عبد الفتاح السيسي، النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ناقش خلاله ما تم على صعيد جهود الوساطة الأمريكية والأوروبية. برضو في نفس السياق، السيناتور الأمريكي جون ماكين حذر من أن الاضطرابات في مصر قد تتحول إلى حمام دم شامل في الأيام المقبلة إذا أخفقت الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة. وأوضح في حديث لشبكة سي بي إس نيوز الإخبارية إنه لإحلال السلام في مصر سبيل واحد هو التفاوض والمصالحة بين الأطراف الفاعلة الرئيسية. وأكد جينيفر ساكي المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية للمرة الثانية أن سيرة ماكين وسيرة ليندسي جراهام كانا يعبران عن نفسيهما والكونجرس خلال زيارتهما لمصر، وأن نائب وزير الخارجية ويليام بيرنز الذي غادر القاهرة أمس هو من يمثل الخارجية الأمريكية. هاخد الجملة من ماكين، وهي أنه لإحلال السلام في مصر سبيل واحد وهو التفاوض والمصالحة بين الأطراف الفاعلة الرئيسية. وانتقل إلى خبر آخر: مساعي جديدة للأزهر لتحقيق المصالحة. صرح مصدر بالأزهر الشريف بأن الأزهر سيدعو أصحاب المبادرات المقدمة لحل الأزمة الحالية إلى لقاء مهم بعد العيد بحضور الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر. وأضاف المصدر أن هناك بعض المبادرات يمكن البناء عليها لبدء المصالحة الوطنية. نتمنى أن هذه الإجراءات تنجح، ونتمنى أن تعالج الأمور بالحكمة والعقل إلى أكبر درجة ممكنة. ولو كان الخبر أو المنشط الرئيسي في الأهرام بعنوان ساعة الصفر أو تفاصيل خاصة بها، فهو في الجمهورية الإنذار الأخير، الرئاسة مرحلة الدبلوماسية انتهت، الإخوان تتحمل مسؤولية فشل مفاوضات فض الاعتصام. والتفاصيل، أكدت رئاسة الجمهورية أن مرحلة الجهود الدبلوماسية لإنهاء تجمعي ربع العدوية والنهضة قد انتهت، وأن تلك الجهود التي بدأت منذ أكثر من 10 أيام تمت بموافقة وتنسيق كاملين مع الحكومة المصرية، وسمحت بها الدولة إيمانا منها بضرورة إعطاء المساحة الواجبة لاستنفاذ الجهود الضرورية التي من شأنها حث جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها على نبذ العنف وحقن الدماء والرجوع عن إرباك حركة المجتمع المصري ورهن مستقبله، وكذلك الالتحاق بأبناء الوطن في طريقهم نحو المستقبل. في جريدة الأهرام الصفحة الثالثة، الرئاسة تعلن قواعد اختيار لجنة 50 لتعديل الدستور. 3 مرشحين للأزهر، 3 للكنيسة، 4 للنقابات ومثلها للشباب، 2 لكل من الأحزاب الإسلامية والعمال والفلاحين،
و10 ورشحهم مجلس الوزراء. علت رئاسة الجمهورية في بيان لها أنه وفقا للمادة 29 من إعلان دستور الصادر في 8 من يوليو 2013، والتي تنص في صدر تعديل دستور 2012 المعطل على إنشاء لجنة تضم 50 عضوا يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون بينهم 10 من الشباب والنساء على الأقل، وعلى أن ترشح كل جهة ممثليها ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة. وأشارت الرئاسة لأنه في ضوء هذه المادة فعلى الجهات التالية التقدم بترشيحاتها لعضوية لجنة 50، على أن تقدم عدد الترشيحات الأصلية المطلوبة وعددا مماثلا على الأقل من الترشيحات الاحتياطية، ولا أن ترفق كل جهة أو ترفق كل جهة ترشيحاتها بسيرة ذاتية لكل مرشح موضحا بها طبيعة انتسابه لجهة الترشيح وحيثيات اختياره ممثلا عنها، حيث جاء تقسيم الترشيحات طبقا اللي احنا وصفناه الأول: الأزهر 3، 3 للكنيسة، 4 للنقابات مثلها للشباب، 2 للأحزاب السياسية والعمال والفلاحين، و10 يرشحهم مجلس الوزراء. هنروح مع حضراتكم مرة أخرى لجريدة الجمهورية الصفحة الثالثة، حصاد مواجهة الإرهاب في سيناء منذ عزل مرسي. الجيش والشرطة قتلوا 60 وأصابوا 64 إرهابيا والقبض على 103 عنصرا والتحقيق معهم في الجهات المختصة. تدمير 102 نفق وأربع منازل تستخدم أوقارا ومصادرة 38 عربية هاجمت الكمائن الأمنية. ردم 40 بيارة مواد بترولية طاقتها 2.7 مليون لتر كانت تهرب لغزة. أعلن العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك نتائج أعمال قتال القوات المسلحة للقضاء على البؤر الإرهابية والتكفيرية في سيناء، حيث أكد أن القوات المسلحة قامت بدعم أجهزة وزارة الداخلية في شن حملة أمنية مكثفة بسيناء والتي أسفرت عن خسائر تقدر بعدد 227 فرد، منهم 103 تم القبض عليهم و124 ما بين مصاب وقتيل. ننتقل أيضا إلى الأهرام، الصفحة الأولى: استئناف الملاحة بالقناة ولا شبهة جنائية في غرق القاطرة. استوقفت حركة الملاحة في قناة السويس بعد توقف قصير نتيجة حادث غرق قاطرة صغيرة تابعة لهيئة القناة في وقت مبكر من صباح أمس في الكيلو 18 خارج البحيرات المرة بقطاع الإسماعيلية، وسط تأكيدات بعدم وجود شبهة جنائية أو إرهابية وراء الحادث الذي أسفر عن وفاة أحد أفراد طاقمها وفقد آخر وإنقاذ 3. وصرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بأنه تم استئناف حركة سير الملاحة بالمجرى الملاحي لقناة السويس الساعة 8 صباح أمس بعد توقف قصير في قافلة الشمال الأولى نتيجة حادث ملاحي طارئ تعرض له إحدى قاطرات الهيئة الصغيرة أدى إلى غرقها بعيدا عن محور المرور المجرى الملاحي ومرور السفن. وأكد مميش أن الحادث ليست له شبهة جنائية أو إرهابية ولم يؤثر على حركة الملاحة في القناة، حيث عبرت القناة أمس 25 سفينة باتجاهين بإجمالي حمولات 2.8 مليون طن. كما أعلن اللواء حسن فلاح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر حالة طوارئ في بوغاز ميناء بورتوفيق ومنطقة انتظار السفن بالغطس الداخلي بعد هذا الحادث. مرة أخرى لجريدة الجمهورية، القضاء الإداري أنصف أصحاب المعاشات حقوقهم التأمينية لا تحتاج لطعن في الدستورية. أرسلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار دكتور محمد عبد الوهاب خفاجي رئيس مجلس الدولة مبدأ قانوني مهم فتحت بصفحة جديدة تهدف لإنصاف أصحاب المعاشات بعد أن قضت بعدم إلزام تلك الفئة بالطعن بعدم الدستورية للحصول على حقوقهم التأمينية في حالة وجود مانع قوي. قالت المحكمة أن الملايين من أصحاب المعاشات هم الفئة الأولى بالرعاية والحماية بعد رحلة عطاء وظيفية أفنوا فيها حياتهم بما يتوجب معهم معاملتهم
باليسر لا بالعسر، من ثم لا يجوز إجبار أصحاب المعاشات على سلوك طريق الطعن بالدستورية للاستفادة من حقوقهم المقررة. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة عضو والأعضاء المستشارين بالإلزام رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بالتضامن مع وزير التأمينات بأن يؤدي إلى أحد أصحاب المعاشات الزيادة المقررة في المعاش مع صرف الفلوق المالية اعتبارا من تاريخ إحالته للمعاش 29 أكتوبر عام 1998. ده كان آخر خبر معانا. هو الجميل في الخبر بس جملة اتقالت بشكل جميل قوي، ان لا يمكن يكون بعد الانسان ما يقضي عمره ويعني ويقدمه للبلد، يجي بعد ما يخرج المعاش تتنكر له البلد في مستحقاته، فلما يجي قرار يعني المحكمة بهذا الشكل فده انصاف. هو الفكرة يا محمد اللي احنا دايما بنسمع اصله اللي بيبقى طلع على المعاش ده خلاص التزاماته خفت والمسؤولية عليه قلت، ده بالعكس، ده هو كل ما الانسان يكبر في السن كل ما التزاماته بتزيد يعني. فربنا يدي الصحة للجميع، و يعني شكرا للقضاء المصري اللي دايما بيكون نصرة للمظلوم ونصرة للحق. ده كان آخر خبر معانا مشاهدينا، ودايما بنقول انه في مظاهر خاصة بالأعياد، عيد الفطر من المظاهر بتاعته غير الكحك والبسكوت اللي زمانهم مالين كل البيوت قولي لي، المصرية. أنا أكلت كحك ولا لسه؟ لا انا اكلت الحمد لله، لازم بس فطار، بص صوتي. لازم لا ما الفطار، فطرتش، لا ما اقدرش افطر كحك الصبح.